السلام عليكم، مرحبا بكم في الحصة الثانية من الدرس ديال ليزيكواسيون ليزينيكواسيون بالنسبة للجذع المشترك ترون كومان سيونس ولا ترون كومان الله يطرت الجذع المشترك أداة. دونك في هذا الدرس كما كتشوفوا غادي نخدموا ليزينيكواسيون. في الحصة الأولى كنا خدمنا ليزيكواسيون، دابا غادي نخدموا ليزينيكواسيون. غادي نبداو بليزينيكواسيون ديال برومي دوغري اللي فيهم على بويسونس 1، وعاد غادي ندوزو ليزيكواسيون ديال دوزيام دوغري في نفس الفيديو. دونك باش نبداو من ا0 ونفهموا هادشي من ا0 غادي نرجع بكم شويه لور كيفاش كنا كنستعملوا، كيفاش كنا كنديروا، شنو هي لا ميثود اللي كنا كنخدموا بها باش كنجبدوا لي سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون هادي. دونك هاد لينيكواسيون في الاول كنتو كديروا شنو كنتو كديروا باش تجبدوا الحلول ديال هاد المتراجعه هادي؟ كنتو كتحاولوا تعزلوا اكس في واحد الطرف وتديو لي نومبر الاخرين للطرف الاخر. بمعنى هنا كدير دو اكس موان 6 سوبيريور ا 0، دونك دو اكس سوبيريور ا 6 كتدي هاد موان 6 لهنا كتولي 6 بلس 6، وكدير اكس سوبيريور ا 6 سور 2 دونك اكس سوبيريور ا 3، وكتجي كتكتب بلي لي سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون ايلون سون لي نومبر تو لي نومبر ريال سوبيريور ستريكتومون اد ا 3. دونك الحلول ديال هاد المتراجعه هادي هما جميع الاعداد الحقيقيه اللي كبر من 3، بمعنى من 3 الفوق 3 3 فاصلة شي حاجه 4 4 فاصلة شي حاجه 5، هادو كلهم اللي كبر من 3 كلهم دوك الاعداد. الا جينا لهاد ليكسبريسيون اللي عندنا هنا هاد البينوم هادي وعوضنا اكس بشي عدد من دوك الاعداد غادي نحسبوا هادشي غادي نلقاو كيعطينا النومبر اللي هو بوزيتيف اللي هو كبر من 0. دونك هادي لا ميثود ديال العام الفايت. دابا المشكل اللي غادي تطرح لنا هاد لا ميثود هادي هي الا بغينا نجاوبوا على نقلبوا على لي سوليسيون ديال لي زينيكواسيون اللي بحال هادو ولكن كيتكتبوا على هاد الشكل هذا. مثلا دو اكس موان 6 مثلا كوكات عندنا فوا 3 اكس مثلا موان زام مضروبه في شي حاجه اخرى مثلا سوبيريور ا 0 ولا انفيريور ا 0. دونك هنا كيتطرح لنا المشكل. علاش كيتطرح لنا المشكل؟ حيت انا هنا ما نقدرش نعزل اكس بوحدو وندي لي نومبر الاخرين لها، حيت الا درت ديفلوبمون غادي الا نشرت غادي تعطيني اكس او كاري. دونك ما اكس او كاري و اكس ما غاديش يتحسبوا ليا بجوج، دونك غتبقى لي اكس او كاري وغتبقى لي اكس. كاينه ميثود لي انني حيت عندي هنا ملتيبليكاسيون كاينه بين هاد لي بارونتيز هنا ملتيبليكاسيون، دونك نقدر نمشي ندير الحاله ديال هادي بوزيتيف امتى كتكون نيجاتيف، هادي امتى كتكون بوزيتيف امتى كتكون نيجاتيف، باش نشوف امتى غادي يعطيني ملتيبليكاسيون بوزيتيف فاش غادي يكونوا اما بجوجهم بوزيتيف واما بجوجهم نيجاتيف. وفيها الخدمه بزاف، فيها الدراسه ديال الحالات، وهادي غير الا كانوا جوج. اما الا كانت فوا شي حاجه اخرى عاوتاني خصنا نديرو عاوتاني بزاف ديال الحالات. داكشي علاش هاد لا ميثود هادي دابا غادي تحيد، ما غاديش تبقى دابا هاد لا ميثود، غادي نخدمو بميثود اخرى هي اللي غادي نعتمدوا عليها هاد العام هذا اللي هي الطابلو دو سين. اشنا هو الطابلو دو سين؟ باش نعرفوا شنا هو الطابلو دو سين، الطابلو دو سين هو واحد الطابلو. اش كيدير داك الطابلو؟ حيت الا كندرسوا فيه لو طابلو نكتبوا هنا لو طابلو دو سين دو بينوم، هاد البينوم هذا دو اكس موان 6. بمعنى هاد الطابلو شنو كيعاوننا؟ الطابلو كيعاوننا باش اننا نعرفوا الاشاره ديال هاد جوج اكس ناقص 6 لو سين ديالها امتى كتكون بوزيتيف امتى كتكون نيجاتيف بطبيعه الحال اون فونكسيون ديال اكس على حساب اكس. اكس هو اللي كيحدد لينا، حيت اكس هنا هو لانكوني هو المجهول هو اللي الا كان مثلا كبر من واحد العدد يقدر يكون هذا بوزيتيف، الا كان صغر من واحد العدد يقدر يكون هاد ليكسبريسيون كامله نيجاتيف على حساب اكس. دونك هاد الطابلو دو سين هو اللي كيسهل علينا نعرفوا هاد دو اكس موان 6 امتى كتكون بوزيتيف وامتى كتكون نيجاتيف. دونك اول حاجه خصني نديرها هي انني نجبد الطابلو دو سين ديال دو اكس موان 6. الطابلو دو سين ملاش كيتكون؟ ها هو الطابلو دو سين، ندير الطابلو دو سين هنا. هنا هاد لابار اللي كاينه الفوق هاد الخانه الكبيره اللي كاينه هنا هادي خاصه باكس. دابا هادي وهما القيم اللي كياخذهم اكس، بمعنى اكس نومبر ريال دونك من موال لانفيني حتى بلس لانفيني، من موال لانفيني بحال لا دغوات غادوية، هذا بحال لا دغوات
غدوية بحال المستقيم المدرج، هنا فين كيكون اكس، هنا فين كيغير القيم ديالو، يقدر يكون اكس في موال لانفيني، يقدر يكون في بلس لانفيني، يقدر يكون نيجاتيف، يقدر يكون بوزيتيف، يقدر يكون زيرو، يقدر يكون دونك هنا فين كيتشونج لينا اكس، هنا فين كياخد اكس القيم ديالو. دونك على حسب القيم ديال اكس كنعرفوا لو سين ديال هذه اللي بغينا ندرسوا الاشاره ديالها شكون هي، لي جوج اكس دو اكس هي دو اكس موان 6. دونك على حسب اكس هو اللي كيخلينا نعرفوا هذه لو سين ديالها امتى كتكون بوزيتيف امتى كتكون نيجاتيف. دونك انا هنا باش انني نعرف امتى كتكون بوزيتيف هذه وامتى كتكون نيجاتيف، شنو هو لو نومبر اللي كيفرق لينا ما بين لي نومبر بوزيتيف وما بين لي نومبر نيجاتيف؟ بطبيعه الحال العدد اللي كاين بين لي بوزيتيف وما بين لي نومبر نيجاتيف راه هو الزيرو. دونك اول حاجه خصني نديرها هي خصني نشوف هذه امتى كتكون بعدا كتساوي زيرو، باش نعرفها امتى كتكون بوزيتيف ولا امتى كتكون نيجاتيف خصني نعرفها بعدا امتى كتكون كتساوي زيرو. باش نعرفها امتى كتكون كتساوي زيرو غادي خصني نحل هاد ليكواسيون هادي دو اكس موان 6 ايكالا زيرو، صافي هادي هي اللي غتعطيني امتى هاد ليكسبريسيون هادي هاد البينوم هادي امتى كتكون كتساوي زيرو. كتساوي زيرو فاش كيكون اكس كيساوي دونك هنا دو اكس كتساوي 6 دونك اكس كيساوي 6 سور 2 دونك اكس كيساوي لنا 3. دونك فاش هادي كتساوي زيرو الا كان جوج اكس كيساوي 6 دونك الا كان اكس كيساوي 6 على جوج دونك الا كان اكس كيساوي 3. الا جينا لهنا وعوضنا اكس ب 3 جوج في 3 هي 6 6 ناقص 6 هي زيرو. دونك هذه غادي تكون كتساوي لنا زيرو ها هو زيرو، هذه كتساوي زيرو فاش كيكون اكس شحال كيساوي اكس كيساوي 3 دونك كدير هنا 3 دونك هذه كتساوي زيرو فاش كيكون اكس كيساوي 3. وكنفرق ما بين هنا دابا هاد المجالات هادي موال لانفيني 3 و 3 بلس لانفيني كندير واحد الخط هنا صافي. دونك هنا اكس يقدر يكون من موال لانفيني حتى ل 3 يقدر يكون من 3 حتى ل بلس لانفيني. هنا فاش كيكون جوج اكس ناقص 6 فاش كيكون اكس كيساوي 3 جوج اكس ناقص 6 كتساوي 0 بحال الصوره ديال الداله بحال هذيك ديال لي فونكسيون لينير ولي فونكسيون افين اللي درتو. الا كان اكس كيساوي 3 ليماج ديال 3 جوج في 3 6 6 ناقص 6 0 دونك ليماج ديال 3 هي 0. كيبقى لينا هنا دابا باش نعرف هذا دابا فاش كنعرف امتى كيساوي 0 امتى هذه كتساوي زيرو. دونك الا كانت هنا بوزيتيف غادي تكون هنا نيجاتيف، الا كانت هنا نيجاتيف الا كان جوج اكس ناقص 6 هنا نيجاتيف هنا غادي تكون بوزيتيف. مثلا ناخذ شي اكزامبل مثلا، ولا قبل ما ناخذ اكزامبل شوفوا معايا الطابلو اللي حاط لكم هنا من قبيله. هذا الطابلو هو القاعده بصفه عامه ديالاش ديال لو سين ديال هاد ليكسبريسيون اللي كتكتب لينا كما كتشوفوا تما ا اكس بلس بلس بي اللي هي هذه. داك ما في الطابلو دابا عاطي القاعده العامه بالنسبه لو سين ديال هذه طابلو دو سين ديال ا اكس بلس بي طابلو دو سين ديال هذه اللي هي شنو هي ا هنا هي جوج وشنو هي بي هي ناقص 6. شوفوا شنو دايرين الفوق هنا دايرين موان بي موان بي سور ا، بمعنى هاد ا اكس زائد بي كتساوي زيرو هنا كما كتشوف في الطابلو. الا كان اكس كتساوي زيرو سي الا كان اكس كيساوي ناقص بي على ا صافي. دونك بلا ما نبقى نعاود هذه دابا هذه ما نبقاش نعاودها، نجي نحط الطابلو تسين ديريكت غادي ناخذ هنا غادي ندير موان بي على ا، بي هنا هو ناقص 6 دونك موان بي هو 6 على ا اللي هو 2 دونك 6 على 2 اللي هي 3 وانا حطيت موان بي سوغ ا هنا كما كتشوفوا تما ا اكس بلس بي. دونك تما اشنو كتبوا لنا هنايا كتبوا لنا انه وحده من هنا يا اما هذه يا اما هذه كما كتشوفوا وحده منهم كتكون لو سين ديال ا والاخرى كتكون لو سين اوبوزي ديال ا ولا لو سين كونترير ديال ا، بمعنى هذا العدد اللي مضروب في اكس هذا العدد اللي مضروب في اكس الا كان بوزيتيف راه وحده منهم كتكون بوزيتيف الاخرى نيجاتيف. بمعنى نفترضوا دابا انا ما بغيتش نعتمد على القاعده بزاف، نفترضوا انني ما عارفش ديك القاعده، نفترضوا انني ما فاهم ما عقلش عليها. دابا انا شخصيا بغيت مثلا نعرف واش ندير هنا البلوس وهنا الموا ولا ندير هنا الموا وهنا البلوس، شنو غادي ندير؟ غادي نمشي
ناخذ شي عدد مثلا صغر من 3، كاين في هذا المجال من ناقص ما لا نهايه حتى 3، ناخذ مثلا 2. الا خديت 2 وعوضته هنا، 2 في 2 هي 4، 4 ناقص 6 هي ناقص 2، دونك عطاني عدد سالب. ناخذ مثلا 1، ناخذ شي عدد اخر كاين ما بين ناقص ما لا نهايه و 3، ناخذ 1، 2 في 1 2 ناقص 6 هي ناقص 4، عدد سالب. ناخذ مثلا 0، 0 كاين هنا، 2 في 0 هي 0، 0 ناقص 6 كتعطينا ناقص 6، دونك سالب. دونك اوتوماتيكمون هنا غادي يكون سالب وهنا غادي يكون موجب، هنا نيجاتيف هنا بوزيتيف. بمعنى اي عدد خديته كبر من 3، من 3 حتى زائد ما لا نهايه، اي عدد خديته من هنا وعوضته بلاصه اكس، غادي نلقى بلي هاد نحسب هاد الشيء غادي نلقى يعطيني عدد موجب. واي عدد خديته صغر من 3، من ناقص ما لا نهايه 3 وعوضته بلاصه اكس، غادي نلقى بلي هاد العدد هذا غادي يعطيني عدد سالب. داكشي علاش كنديروا هنا موا، هنا هنا بلس. بمعنى هنا الا كان اكس كينتمي لهذا المجال هذا راه 2 اكس ناقص 6 غادي تكون سالبه، الا كان اكس كينتمي لهذا المجال هنا دونك 2 اكس ناقص 6 غادي تكون موجبه. اتفقنا؟ دونك هنا كما قلت لكم دابا هذه ما نبقاش نعاودها، ملي حطيت لكم القاعده مباشره هنا شنو كندير، كندير موان بي سوغ ا. هاد الثلاثه ملي جبناها جبناها من موان بي سوغ ا. شنو هي موان بي سوغ ا؟ بي هنا هي موان 6 دونك ناقص ناقص 6 مع هاد الناقص هي 6 على على ا اللي هي اللي هي 2، دونك هنا مباشره نحط 2 على على 6 على 2 اللي هي اللي هي 3، بلا ما نحتاج انني نعاود هاد ليكواسيون هادي. هادي درتها غير باش باش تفهموا علاش كنديروا موان بي سوغ ا، حيت هي فين كتانيلا هاد هاد البينوم هادي، هادي كتساوي 0 فاش كيكون اكس كيساوي ناقص بي على ا اللي هي في هاد الحاله هادي اللي هي اللي هي 3. دونك هنا ما غاديش نبقى ندير هادي، صافي الطابلو د السين غادي نبقى ندير مباشره بحال هكا موان بي سوغ ا، وهنا موان بي سوغ ا. وكما قلت لكم هنا لو سين اوبوزي لو سين اوبوزي دو ا ولا لو سين دو موا ا، دو موا ا. بمعنى الا كانت ا بوزيتيف موا ا هي نيجاتيف، الا كانت ا نيجاتيف موا ا بوزيتيف. وهنا عندنا جوج، جوج هو ا، ا هو جوج، ناقص ا هي ناقص جوج، دونك الاشاره ديال ناقص جوج هي الناقص. وهنا كندير لو سين دو ا، صافي. هادشي اللي كتبت دابا هنا، هذا هذا اللي كتبته هنا راه ما كنكتبوش في الطابلو السين، هذا القاعده اللي كاينه في الطابلو تما، حتى هذه ما كنكتبهاش، كنحط ديريكت الريزلت هنا، صافي. هنا ا هي جوج بوزيتيف، دونك هنا تعطينا بلس، علاش؟ حيت بوزيتيف. فاش كنجي فاش كندير دابا الطابلو السين عاد كنجي نجاوب على لي نيكواسيون اللي عندي تما. شنو عندي انا؟ عندي 2 اكس ناقص 6 كبر من 0، بمعنى شنو خاص اكس يحقق ليا، شنو هو الانترفال اللي خاص اكس يكون كينتمي ليه باش تكون هاد البينوم هاد هادي كامله تكون كبر من 0. انا عندي هادي هي هادي، هنا كتكون صغر من 0 في هاد المجال كتكون موا صغر من 0، وفي هاد المجال كتكون بليس كتكون كبر من 0. حنا بغينا هنا امتى كتكون كبر من 0 اللي هي هادي، دونك اكس شنو خصو يكون كيحقق؟ خصو يكون ما بين 3 و بليس لانفيني. دونك لي سوليسيون ديال لي نيكواسيون هما هادو، ندير اس ايكال من 3 من 3 حتى بليس لانفيني، صافي. كتبقى ليا هنا بليس لانفيني و مول لانفيني في لي زانترفال، كنا قلنا ودي راه ديما كيكونوا اوفير بليس لانفيني و مول لانفيني. هاد الثلاثة كتبقى ليا على حساب هنا، هنا عندي سوبيريور ستريكتومون، بمعنى هادي خصها تكون اكبر قطعا من هاد الزيرو، ما خصهاش تكون كتساوي الزيرو. وهادي امتى كتكون كتساوي الزيرو؟ الا كان اكس كيساوي 3، بمعنى اكس ما خصوش يكون كيساوي لينا 3 باش هادي ما تكونش كتساوي زيرو، باش تكون كبر من زيرو. داكشي علاش 3 كنخرجوها من المجال، وباش نخرجوها من المجال كندير هاد المعقوفه عاطيه بالدار، بمعنى 3 راه ما كايناش في لي سوليسيون واخا كنشوفوها مكتوبه هنا، راه كاين غير اقرب عدد ل 3 كبر من 3، مثلا 3.00000001، دونك ما يمكنش ليا نكتب هنا 3.00000001، داكشي اش كنديروا المعقوفه و 3 خارجه، بمعنى 3 راه غير اقرب عدد ل 3، 3 راه ما داخلاش في لي سوليسيون ديال هاد ديال هاد لي نيكواسيون هادي. دونك وكنحبسوا هنا، دونك هادو هما لي سوليسيون ديال ديال هاد هاد لي نيكواسيون. دابا هادي فاش كتعطى هاد لي نيكواسيون العاديه، دابا هادي باش نهضروا عليها بصفه عامه، هادي راه ماشي غير غير في هاد الحاله خاصها
الا تعطات لي ايكواسيون مثلا بحال هذا الشكل هذا مثلا 5x موان 7 انفيريور ا cx بلس 9 مثلا الا تعطات لي ايكواسيون بحال هكا هذه راه بحالها بحال هذه اشنو كندير كنجيب هاد 6x لهنا كنجيب كلشي لهنا باش تبقى لي زيرو هنا خصها تبقى لي زيرو هنا كنجيب كلشي لهنا وخصها تكتب لي على هذا الشكل هذا ax زائد b ax زائد b بمعنى 5x غادي نحسبها مع 6x وناقص 7 غادي نحسبها مع ناقص 9 وغادي نحسبهم هنا وخصها تكتب لي على شكل عدد مضروب في x زائد عدد صغر من 0 ولا كبر من 0 باش نقدر نطبق هذا الطابلو طابلو 90 دونك هذه راه بحالها بحال هذه حتى الا كانت عندنا مثلا سيغ 2 ولا هنا سيغ 3 نفس الشيء غادي نضرب هنا في 2 نضرب هنا في 3 ونجيب هذا الشيء لهنا وخصها تكتب لي على شكل ax زائد زائد b باش نقدر نستعمل هذا الطابلو طابلو 90 دونك دابا ملي سالينا من هذه غادي ندوزو للحاله فاش كيكون عندنا بحال هذه مضروبه بحالها ديك عاوتاني حتى هي نشوفوا الطابلو 90 ديالها كيفاش كنديروه ولكن اللي مهم بزاف هو هذا الا فهمتي هذا غادي تفهم داك الطابلو 90 الاخر حيت هذاك نتيجه ديال هذا دونك ندوزو دابا للطابلو الاخر دونك بالنسبه لهذا الطابلو ديال هاد لينيكواسيون بحال هاد الشكل هذا هادي عاوتاني كنديروا ليها بحال هاد الطابلو غير هو غادي ندير لهادي وخصني ندير لهادي حتى هي حيت هادي هي ax زائد b اللي هي 1 في x ناقص 1 هادي عاوتاني ax زائد b اللي هي 1 في x زائد 2 دونك باش ندير ليها بحال هاديك ما غاديش ندير لكل وحده فيهم الطابلو ديالها بوحدها غادي نجمعهم في طابلو واحد باش في الاخر ندير الضرب بيناتهم بمعنى الطابلو ديال هادي غندير بعدا هنا اول حاجه قلنا غادي نديرو لو طابلو طبيعة الحال لو طابلو دو سين ديال اش ديال اكس موان ز فوا اكس بلس 2 غندير طابلو دو سين ديال هادي هاد الملتيبلي برودوي ديال جوج ديال لي بولينوم بالنسبه للطابلو دو سين ديالهم غادي كما درنا قبيله ضروري خص تكون واحد لابار هنا خاصه باكس اللي هي هادي دونك هنا اكس ديما ما بين موان لانفيني بلس لانفيني صافي ديما اكس ما بين موان لانفيني و بلس لانفيني هنا في الاولى غادي ندير فيها هادي وفي الثانيه ندير هادي دونك هنا اكس موان ز هي هادي وفي الثانيه اللي تكون تحت منها غادي ندير فيها اكس بلس 2 هي اكس بلس 2 وغادي تخصني الثالثه الثالثه اللي غادي يكون الملتيبليكاسيون ديالهم بجوج بمعنى اكس موان ز فوا اكس بلس 2 صافي دونك غادي نبدا بالاولى هنا قلنا موان بي على ا هذه امتى كتكون كتساوي 0 كتساوي 0 الا كان اكس كيساوي 1 كما قلنا قبيله هي اكس موان ز كتساوي 0 سي اكس ايغالا 1 دونك هذه كتساوي 0 الا كان اكس كيساوي 1 دينا ناقص 1 لهنا عطانا اكس كيساوي 1 دونك غادي خصني ندير واحد هنا ولكن حيت حتى هذه خصني حتى هي نشوفها شنو غادي ندير ليها هنا صافي دونك باش ندير هذه هنا واخا نديرو هذا الواحد بعدا هنا هي اللي درنا واحد هنا مثلا هنا الوسط غادي نجي عاوتاني نشوف هذه امتى كتانيولا فين كتساوي 0 باش حتى هي نقلب على اكس شنو خاص اكس يحقق باش تكون هذه كتساوي 0 دونك اكس بلس 2 ايغالا 0 الا كان اكس كيساوي موان 2 بمعنى غادي خصني نحط موان 2 هنا ولكن هاد الواحد وموان 2 خصني نحطهم بالترتيب علاش حيت هنا قلنا بحال ضوات غادوي بمعنى من موان لانفيني حتى بلس لانفيني شكون اللي صغير فيهم ناقص 2 ولا ناقص ولا 1 دونك ناقص 2 دونك خصني ندير ناقص 2 هي الاولى نحيد واحد من هنا ندير ناقص 2 هنا عاد غادي ندير واحد هنا صافي باش يكونوا عندي مرتبين موان لانفيني نمبر نيجاتيف نمبر بوزيتيف هي غادا حتى بلس لانفيني دونك من الصغير حتى الكبير دونك هنا هذه درتها بهذه الطريقه هذه راه تقدر ديرها بالقاعده اللي قلنا ديال موان بي سيغ ا موان بي اللي هو 1 سيغ ا اللي هو 1 1 على 1 اللي هو 1 موان بي اللي هو ناقص 2 على ا اللي هو 1 ناقص 2 على 1 هي ناقص 2 اللي هي هذه قلنا كتانيولا فاش كيكون اكس كيساوي 1 دونك الزيرو ديالها غادي يكون هنا هادي كتانيولا فاش كيكون اكس كيساوي ناقص 2 دونك الزيرو ديالها غادي يكون هنا هادي قلنا
كتساوي زيرو فاش كيكون اكس كيساوي واحد، بمعنى اكس ناقص واحد ها هي كتساوي زيرو فاش كيكون اكس كيساوي واحد. دونك غادي نفرق هاد جوج ديال المجالات كما درنا قبيله في داك الطابلو الاول، فرقهم هنا. هنا قلنا فهاد من زيرو لهاد الجهه كتكون لو سيني اوبوزي ديال اش ديال ا. شنو هو ا؟ هنا هو واحد، راه في الطابلو اللي هنا لو سين اوبوزي ديال ا هنا هو واحد، دونك هنا كتكون موان. ما مثلا ما عقلتيش على الطابلو ما بغيتيش تحفظو، غادي تاخذ شي عدد صغر من واحد وتعوضه بلس اكس. مثلا ناخذ عدد صغر مثلا ناقص جوج، ناقص جوج ناقص واحد هي ناقص ثلاثة، دونك نيجاتيف. خذ مثلا الزيرو، الزيرو صغر من واحد، زيرو ناقص واحد هي ناقص واحد، دونك نيجاتيف. ناقص ثلاثة مثلا، ناقص ثلاثة ناقص واحد هي ناقص ربعة، دونك نيجاتيف. دونك في هذا المجال كله غادي تكون نيجاتيف، هنا كله غادي تكون نيجاتيف، وهنا من واحد لله غادي تكون بوزيتيف. صافي، هنا هذه قلنا نيجاتيف، هنا هذه اكس زائد جوج، قلنا اكس كتساوي ناقص جوج، اكس زائد جوج كتساوي زيرو، دونك خصني نفرق هذا المجال هنا. صافي، ملي نفرق المجال هنا، هنا قلنا ديما الاول هنا كما كتشوفوا في القاعده من لو من الزيرو لهاد الجهه لو سين اوبوزي دو ا، ا هي واحد، دونك واحد بوزيتيف، لو سين اوبوزي ديالها هي نيجاتيف، العكس ديال الاشاره ديال ا هي نيجاتيف، دونك هنا موان، ومن زيرو لهاد الجهه بلس. صافي، دابا هنا فاش غادي نجي ندير الملتيبليكاسيون بين هذا وهذا، هذا عندي هنا نيجاتيف، هنا عاوتاني عندي خصني نعزل المجال باش يبانوا ليا الضرب. فاش غادي نجي ندير الضرب ديال هذا في هذا، هي خصني مجال واحد هابط هكا، المجال الاخر هابط هكا، المجال الاخر هابط هكا. داكشي علاش هنا هنا هذا غادي نفرقهم بحال هكا، ولكن حنا في الاولى قلنا من زيرو لهاد الجهه كامله نيجاتيف، ومن زيرو لهاد الجهه كلها بوزيتيف، دونك هنا غادي ندير الموان. هنا زيرو كامله لهنا نيجاتيف، هنا بوزيتيف، هادي عاوتاني قلنا من هنا نيجاتيف ومن هنا له بوزيتيف، دونك واخا نفرقهم بحال هكا بهذا الخط هذا راه هنا بوزيتيف، حيت من زيرو له بوزيتيف. صافي، عاد غادي نجي لهنا، هنا اي خصني نفرق هاد المجالات هادو حتى هما هنا، ولكن حيت عندي الضرب، حيت عندي الضرب بحال دابا بالنسبه لناقص جوج باش نهبطها هنا، عندي ناقص جوج هذه كتساوي زيرو وهذه كتساوي شي عدد ما عرفناش شناهو. صافي، دونك المهم راه كيخالف زيرو، هذه كتساوي زيرو وهذه كتساوي شي عدد، دونك في الضرب ديالهم هذه في هذه عدد مضروب في زيرو غادي يعطينا زيرو. داكشي علاش غادي ندير الخط هنا هكا وغادي ندير فيه زيرو. هنا عاوتاني في واحد اكس ناقص واحد في واحد، واحد ناقص واحد هي زيرو، وهنايا اكس زائد جوج في واحد كتساوي شي عدد، شي عدد مضروب في زيرو غادي يعطينا زيرو، وغادي نهبط هذه بحال هكا. صافي، كيبقى لي دابا هنا كنضرب ضربت هادو، دابا يبقى لي نضرب الاشارات هنا لي سيني. دابا هنا هذه هنا كتكون في هذا المجال من ناقص ما لا نهايه ناقص جوج كتكون نيجاتيف، وهذه من ناقص ما لا نهايه ناقص جوج كتكون نيجاتيف، دونك في نفس المجال هذه نيجاتيف وهذه نيجاتيف، النيجاتيف مضروب حيت هنا ملتيبليكاسيون، النيجاتيف مضروب في النيجاتيف يعطينا بوزيتيف. هذه عاوتاني هنا من ناقص جوج لواحد هذه عندنا نيجاتيف، ومن ناقص جوج لواحد هذه عندنا بوزيتيف، دونك النيجاتيف مضروب في البوزيتيف غادي يعطينا نيجاتيف. نفس الشيء عاوتاني هنا من واحد حتى لبليس لانفيني هذه كيدايره بوزيتيف، وهذه كيدايره بوزيتيف، بوزيتيف في البوزيتيف غتعطينا بوزيتيف، علاش؟ حيت بيناتهم ملتيبليكاسيون. اتفقنا؟ دونك هنا اشنو كيعني هذا الشيء اللي وصلنا ليه دابا هنا؟ كيعني انه هاد الملتيبليكاسيون، هاد البرودوي ديال هاد لي دو بينوم اللي كاينين هنا، الا ضربتهم بعضياتهم راه على حساب اكس، الا كان اكس من ناقص ما لا نهايه ناقص جوج راه هاد الضرب ديالهم غادي يعطينا عدد بوزيتيف. الا خديت اي عدد ما بين ناقص ما لا نهايه ناقص جوج وعوضته هنا في اكس غادي نلقى واحد العدد اللي هو بوزيتيف. الا خديت اي عدد من ناقص جوج وواحد وعوضته بلاس اكس هنا وهنا غادي نحسب هذا الشيء كامل غادي نلقاه نيجاتيف. الا خديت اي عدد من واحد زائد ما لا نهايه شي اكس من واحد زائد ما لا نهايه وعوضته هنا فهاد الجوج وحسبت هذا الشيء كامل غادي يخرج لي عدد اللي هو بوزيتيف. دونك حنا شنو بغينا؟ بغينا الحاله فاش كتكون هذا الضرب ديالهم يكون انفيغيغ وكالا زيرو، بمعنى نيجاتيف. امتى غادي يكون هذا نيجاتيف؟ كنجي نشوف هنا بوزيتيف، لا هنا بوزيتيف لا، دونك هذه هي اللي غادي نستعمل. دونك هذه كامله كتكون نيجاتيف. شنو هو الكونديسيون؟ هو اكس يكون ما بين ناقص جوج وواحد. صافي، داكشي علاش السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون كنكتبهم على هاد الشكل هذا.
السوليسيون ديالها باش تكون هذه نيجاتيف كنمشي اكس من ناقص 2 حتى لواحد بمعنى موان 2 صافي كيبقاو ليا هاد لي بورن هادو واش نديرهم اوفير ولا فيرمي باش نعرف واش اوفير ولا فيرمي قلنا هاد اوفير ولا فيرمي شنو كيتحكم لينا فيها هي هاد واش انفيريور ستريكتومون ولا او ايغال حنا عندنا هنا او ايغال انفيريور او ايغال دونك ممكن انها تكون كتساوي 0 دونك حتى اكس الى عوضتو مثلا هنا الى عوضت اكس بناقص 2 غادي تعطيني هادو الضرب ديالهم يعطيني 0 وهنا عندي او تساوي 0 بمعنى انه ممكن يكون كيساوي 0 داكشي علاش اكس ناقص 2 ممكن ان اكس يكون كيساوي ناقص 2 علاش حيت هذه ممكن تكون كتساوي 0 نفس الشيء هنا ممكن اكس يكون كيساوي 1 حيت هذه ممكن تكون كتساوي 0 ما عندناش فيها مشكل ماشي بحال الا قالوا لنا اصغر قطعا الا قالوا لنا اصغر قطعا بمعنى ما خاصش ناقص 2 و 1 ما خاصهمش يكونوا داخلين في المجال داكشي علاش هنا غادي نديرو فيرمي فيرمي علاش حيت ناقص 2 و 1 داخلين في لي سوليسيون ديال هاد لي نيكواسيون بمعنى ان ناقص 2 الا عوضت بها هنا وهنا غادي تعطيني كتساوي 0 كتساوي 0 راه هي انفيريور او ايغال 0 داخله في هاد الحاله ديال انفيريور ايغال 0 نفس الشيء بالنسبه لواحد دونك هادشي اللي درنا دابا هنا هو نفسه غادي نديرو في لي نيكواسيون الاخرى اللي فيها الملتيبليكاسيون ديال 3 ديال لي بارونتيز بحال هكا نفس لا ميثود دونك بالنسبه لهادي اللي فيها الملتيبليكاسيون ديال 3 بارونتيز هنا نفس الشيء كما درنا الاخرى اللي قبل غادي نستعملوا الطابلو دو سين ولكن غادي نديروا فيه 3 الاخرى درنا فيها 2 دونك هذه غادي نديروا فيها 3 ديال لي بينوم نديروا الاولى والثانيه والثالثه عاد غادي نديروا الملتيبليكاسيون بيناتهم دونك بطبيعه الحال غادي نكتب له طابلو دو سين ديال هاد ليكسبريسيون هادي والطابلو دو سين بطبيعه الحال دابا راه عرفنا كيفاش نديروا الطابلو ديال سين نديرو هنا اكس نديرو هنا عاوتاني اكس ديما من موال لانفيني حتى لبليس لانفيني هنا غادي ندير الاولى اللي هي 5 اكس موان زان هنا هادي الثانية غادي نديرها هنا موان اكس بليس 9 والاخرى جوج اكس بليس 1 وهنا بطبيعة الحال في الاخر هنا غادي ندير ملتيبليكاسيون بيناتهم دونك 5 اكس موان زان فوا موان اكس بليس 9 فوا 2 اكس بليس 1 صافي الملتيبليكاسيون ما بين الاولى والثانية والثالثة كما قلنا اول حاجة هنا هذا خصني نشوف موان بي سيغ ا ديالو باش نحطها هنا كما كنشوفو تما موان بي سيغ ا ب هنا هو ناقص 1 دونك موان ب دابا نمشي نخدم في الوسخ موان ب ب هنا هي ناقص 1 دونك موان ب هي 1 سيغ ا اللي هي 5 دونك 1 سيغ 5 علاش كنديرهم في الوسخ باش نعرف الترتيب ديالهم حيت هنا خصني ضروري نحطهم بالترتيب دونك هنا عاوتاني موان ب اللي هي موان 9 على ا اللي هي موان ز موان ز دونك اللي هي 9 سيغ ا اللي هي 9 صافي الاخرى غادي نديرو فيها موان بي اللي هي موان ز سيغ ا اللي هي 2 وكنشوف هنا عندي 9 هنا عندي موان ز سيغ 2 هنا 1 سيغ 5 دونك هادي اللي نيجاتيف هي الاولى دونك موان ز سيغ 2 هادي نيجاتيف دونك كندوز لهادو لي بوزيتيف 1 سيغ 5 بطبيعة الحال انفيريور ا 9 دونك ندير هنا 1 سيغ 5 وهنا غادي ندير 9 وكنجي دابا وكنشوف هاد 5 اكس موان ز قلنا الاخرى ديالها موان بي سيغ ا ديالها هي 1 سيغ 5 اللي هي هادي دونك هنا فين غادي ندير الزيرو صافي من هنا من الزيرو هنا لو سين اوبوزي ديال ا راه هي القاعده لو سين القاعده كاينه تما لو سين اوبوزي ديال ا ا هو 5 لوبوزي ديال ا هو موان 5 دونك نيجاتيف وكندير هنا موان نيجاتيف وهنا بوزيتيف هادو غادي نهبطهم هنا وغادي نكمل هنا هادي كلها قلنا نيجاتيف وهادي كلها هنا قلنا بوزيتيف ندوز للثانية موان 5 بليس 9 موان 5 بليس 9 امتى قلنا موان بي سيغ ا ديالها هي هادي موان بي سيغ ا
اللي هي نف اللي هي هذه صافي. هنا لو سي اوبوزي ديال ا شنو هي ا؟ هنا هي ناقص واحد، ناقص واحد نيجاتيف، لوبوزي ديالها بوزيتيف، دونك ندير هنا بلس وهنا موان، غادي نهبط هادو وهنا قلنا من زيرو هنا بلس، دونك هادشي كله غادي يكون بلس حيت الزيرو هو اللي كيفرقنا ما بين البلس وما بين الموان. عاوتاني هنا دو اكس بلس ان موان بي سيغ ا ديالها بطبيعة الحال هي موان زان سيغ دو، دونك غادي ندير الزيرو ديالها هنا. ا ديالها هو جوج ا بوزيتيف، دونك لو سين ديال لوبوزي ديال ا نيجاتيف، دونك هنا غادي تكون موان هنا غادي تكون بلس، شي كولو بطبيعة الحال غادي يكون بلس. هنا حيت عندنا الملتيبليكاسيون دونك يكفي ان شي وحدة فيهم كتساوي زيرو، دونك الا ضربتها في الاخرين غادي تعطينا كتساوي زيرو صافي. هنا عاوتاني هادي زيرو وهنايا هادوك زيرو، نضربها في اي حاجة غادي تعطينا زيرو، زيرو نضربها في اي حاجة غادي تعطينا زيرو صافي. بقى لنا الضرب ديال لي سين ديالهم هنا الوسط، دونك الموان مضروبة في البلوس تعطينا الموان، موان مضروبة في الموان تعطينا بلوس، الموان مضروبة في البلوس تعطينا الموان، الموان في البلوس تعطينا الموان، البلوس 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 إلا ضربناهم بعضياتهم يعطيونا بلوس، بلوس في الموان تعطينا الموان، موان في البلوس تعطينا الموان صافي. دونك شنو بقى لنا دابا نديرو؟ بقى لنا نجبدو لي سوليسيون ديال لينيكواسيون. لي سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون هادي اس ايغال لي سوليسيون ديالها قلنا شنو خصها تكون؟ خصها تكون سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. فين كتكون سوبيريور ستريكتومون ا زيرو؟ هنا وهنا، او بلس لبلس. هنا كتكون انفيريور ا زيرو، هنا نيجاتيف هنا بوزيتيف. دونك باش تكون هذه بوزيتيف الكونديسيون على اكس خصو يكون ما بين موان لانفيني موان زان سيغ دو هنا، وخص عاوتاني هنا اللي هو ما بين واحد على خمسة و تسعود اللي هو هنا. دونك موان لانفيني موان لانفيني تال موان زا سيغ دو، وهنا عاوتاني في كتكون بوزيتيف من ان سيغ سانك تال نف صافي. موان لانفيني ديما اوفيغ، هنا سوبيريور ستريكتومون بمعنى ما خصهاش تكون كتساوي هاد الزيروات هادو، ما خصهاش تكون كتساوي زيرو. امتى غادي تكون هنا كتساوي زيرو؟ الا كان اكس كيساوي ناقص واحد على جوج، دونك ما خصهاش تكون كتساوي زيرو، كنديرو اوفر. ما خصهاش تكون كتساوي اكس واحد على خمسة، حيت الا كانت اكس كتساوي واحد على خمسة هادي تكون كتساوي زيرو، داكشي علاش حتى واحد على خمسة نخرجوها لانترفال. ديما فاش كنقول نخرجها بمعنى المعقوفة تعطيها بالدار، ما تشوفش في العادة. نف حتى هو الا عوضت اكس بنف حتى هو غادي تعطينا هادي زيرو، دونك ما خصهاش تكون كتساوي زيرو حيت اكبر قطعا من زيرو، المعقوفة عاطية بالزيرو. كيبقى ليا هاد المجال هو هذا وهاد المجال هو هذا، كيبقى ليا كيفاش غندير بيناتهم هنا. حنا باش تكون هادي كبر من زيرو خص اكس يا اما غادي يكون في هاد لانتيرفال يا اما غادي يكون في هاد لانتيرفال صافي. دونك اما هنا اما هنا، ميمكنش اكس يكون هنا ويكون هنا في نفس الوقت. دونك فاش كنقول اما بمعنى او هنا او هنا، اما هنا اكس اما في هاد لانتيرفال او في هاد لانتيرفال، دونك حيت او هنا ولا هنا كندير لينيو صافي الاتحاد. علاش؟ حيت او اما هنا اما هنا. دونك لي سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون هي هاد. دابا غادي ندوزو لينيكواسيون الاخرى اللي فيها لا ديفيزيون، ما فيهاش الملتيبليكاسيون، اللي فيها لا ديفيزيون ديال قلنا لا ديفيزيون ديال موان 8x بلس 14 على 2x موان 3 عندنا انفيريو كالا زيرو. دونك هادي عاوتاني نفس الشيء بحالها بحال الاخرين اللي كنا درنا، غير هنا بلاصه الملتيبليكاسيون عندنا هنا لا ديفيزيون، عندنا القسمه. دونك شنو غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو لو سين ديال موان 8x بلس 14، وغادي نحتاجو لو سين ديال 2x موان 3 باستعمال بطبيعه الحال الطابلو اللي بينا هنا اللي وضحنا واستعملنا وعاودنا استعملناه. غادي نزيدو فيه هادي باش ندوزو للطابلو ديال لينيكواسيون ديال دوزيام دوغري. دونك بالنسبه لهادي اول حاجه بالنسبه للطابلو نحطو بعدا الطابلو، نكتب هنا بعدا لو سين دو موان 8x بلس 14 سور 2x موان 3. بغينا لو سين ديال هادي امتى كتكون بوزيتيف امتى كتكون نيجاتيف، باش ناخدو حنا لوكا ديال انها كتكون نيجاتيف انفيريور ا زيرو. دونك لو سين كيما العاده غادي ندير طابلو دو سين جدول الاشاره، وندير هنا اكس
هنا غادي ندير البينوم الاولى اللي كاينه الفوق اللي هي مواويت اكس بلس 14، وهنا بطبيعه الحال غادي ندير الثانيه اللي هي 2x موان 3. وهنا في الاخر غادي ندير لا ديفيزيون ديالهم، مواويت اكس بلس 14 سور 2x موان 3. صافي، اكس قلنا من موان لانفيني تال بلس لانفيني. هنا بالنسبه لهذه قلنا غادي نحطو هنا موان بي سور موان بي ا اكس، ا هو مواويت و بي هو 14، دونك موان بي سور ا هي موان 14 سور مواويت. و نسامبليفيو هنا شحال غادي تعطينا، موان 7 اللي هي 7 سور 4 ديفيزيو بار 2، دونك 7 سور 4. هادي موان بي سور ا، بي هو موان 3 دونك موان بي هو 3 سور ا اللي هو 2. صافي، باش نعرف شكون في هادو اللي كبير وشكون اللي صغير، هنا 4 الى ضربنا في جوج تعطينا هنا في جوج 6 على جوج، 6 على 4 باردون، 6 على 4 الى ضربنا في جوج جوج، 6 على 4 و 6 صغر من 7، دونك 6 على 4 صغر من 7 على 4، دونك هادي هي الصغيره. غادي ندير هنا 3 سور 2 وندير هنا 7 سور 4. صافي، وهادو غادي نحيدهم، قلت لها عندي ما ندير بهم، كنديرهم غير في الوسخ. دونك قلنا موان بي سور ا ديال هادي هي موان 14 على مواويت اللي هي 7 سور 4 اللي هي هادي. من الزيرو لهنا لو سين اوبوزي ديال ا هي مواويت، لو سين ديالها نيجاتيف، دونك لوبوزي ديالها بوزيتيف، وهنا لو سين ديال ا الاشاره ديال ا نيجاتيف. غادي نفرق هادو هكا وغادي ندير حتى هنا بلس، علاش؟ حيت من الزيرو لهنا نيجاتيف بوزيتيف، هادي الغاسين ديالها هو 3 سور 2، دونك هنا فين كتساوي 0. دونك هنا لو سين اوبوزي ديال ا، العكس ديال الاشاره ديال ا، ا هي جوج موجبة، العكس ديالها سالبة، دونك ندير موان، وهنا غادي ندير بلس بلس. هنا دابا قلنا هنا فين خصنا نردو البال في هادي، الفرق بينها وبين الحالة ديال الضرب، الفرق بيناتهم هو أنه هنا باش نقسم هادي على هادي، هنا في الحالة ديال إكس كتساوي تلاتة على جوج، هادي تعطينا شي عدد، صافي، المهم كيخالف زيرو، وهادي في الحالة ديال تلاتة على جوج اكس كيساوي 3 تعطينا 0، وما يمكنش ليا انا هذه نقسمها على 0. صافي، ما يمكنش ليا عدد نقسمه على 0، حيت ما يمكنش ليا عدد نقسمه على 0 ما كنديرش 0 هنا، كندير جوج ديال دوبار. علاش؟ بمعنى انه في هذه الحاله هنا ما يمكنش ليا نعوض اكس ب 3 على جوج. علاش ما يمكنش ليا نعوض هنا اكس ب 3 على جوج؟ حيت اكس هنا نعوضه ب 3 على جوج يعطيني عدد، وهنا غادي يعطيني 0، وما يمكنش ليا نقسم على 0، داكشي علاش كنديرو هنا دوبار. هنا زيرو مقسوم على عدد، بطبيعة الحال عدد كيخالف زيرو، هنا عدد كيخالف زيرو، هنا زيرو، زيرو مقسوم على عدد غادي يعطينا زيرو. صافي، كتبقى ليا الإشارات بحال الضرب بحال القسمة، البلوس إلا ضربته في الموا يعطيني موا، دونك البلوس إلا قسمته على الموا يعطيني الموا، البلوس بوزيتيف إلا قسمته على البوزيتيف يعطيني بوزيتيف، النيجاتيف إلا قسمته على البوزيتيف يعطيني نيجاتيف. صافي، دونك لي سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون هادي اشنو قالوا لنا على لينيكواسيون؟ خصها تكون انفيريور و ايكال ا زيرو، بمعنى خصها تكون نيجاتيف، هنا ها نيجاتيف ها نيجاتيف، دونك هنا ولا هنا. صافي، بالنسبه باش تكون هنا خص اكس يكون هنا، باش تكون هادي نيجاتيف خص اكس يكون هنا، بمعنى من موان لانفيني تال 3 على 2، ندير هنا اوفر. صافي، هنا هاد الدوبار بمعنى ما يمكنش هادي، ما يمكنش اكس ديالها يكون كيساوي 3 على 2، دونك هنا ديما اوفر، فيما تكون دوبار كندير اوفر، بمعنى ما يمكنش اكس يكون هنا كيساوي 3 على 2. بطبيعه الحال قلنا اما هنا اما هنا، بمعنى هنا غادي تكون انيو. صافي، وعاوتاني اكس باش تكون هادي نيجاتيف خص اكس يكون هنا، بمعنى من 7 على 4 تال بلس لانفيني اوفر، بلس لانفيني موان لانفيني ديما اوفر. 7 على 4 فاش كيكون اكس كيساوي 7 على 4 هادي كتساوي 0، وحنا عندنا او ايكال، بمعنى ممكن تكون كتساوي 0 ما عندناش مشكل، دونك غادي نديرها فيرمي، بمعنى هذا داخل في الحلول ديال هاد لينيكواسيون هادي.
دونك هنا سالينا هذا النوع ديال لي زينيكواسيون اللي فيهم بحال هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوزو لي زينيكواسيون ديال الدوزيام دوغري. دونك بالنسبه لهاد لي زينيكواسيون دوزيام دوغري ولا سكوند دوغري، هادو اللي كيكون في هاد ليكسبوزو هنا او كاري، فاش كيكون عندنا اكس او كاري وكيكون اكس ولا اكس او كاري بوحده. دونك بالنسبه لهادو غيطلع لكم عندكم القاعده هنا. القاعده عندنا هادي، اول حاجه كنديرو باش كما قلنا اول حاجه خصنا نديروها كما درنا في هادو اللي درنا قبل، انه خصني نحدد لو سين ديال هاد الترينوم، هادي هاد النوع ديال لي بولينوم اللي هي موا اكس دو موا اكس او كاري بلس اكس بلس 6. خصني نحدد لو سين ديال هادي دابا تما في القاعده هي بي دو اكس، هادي هي البولينوم بي دو اكس اللي هي موا اكس او كاري بلس اكس بلس 6، هادي اللي كاينه هنا. خصني ندرس الاشاره ديالها نشوف امتى كتكون بوزيتيف امتى كتكون نيجاتيف. باش نعرف امتى كتكون بوزيتيف امتى كتكون نيجاتيف، عندنا ثلاثه ديال الحالات، على حساب اش، على حساب دلتا كما درنا في ليزيكواسيون في الفيديو اللي قبل في ليزيكواسيون. دونك باش نعرف شمن حاله، اول حاجه خصني نديرها هي نحسب دلتا شحال كيساوي. باش نحسب دلتا قلنا خصني نحدد شنو هو ا وشنو هو بي وشنو هو سي. بالنسبه ل ا هو العدد اللي مضروب في اكس او كاري، دونك هنا ا كيساوي لينا موانزا و بي كيساوي لينا واحد و سي كتساوي ستة. دونك هذا هو ا و بي و سي، ا هو اللي مضروب في اكس او كاري، بي هو اللي مضروب في اكس، سي هو ستة. دونك بالنسبة للدلتا، دلتا شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا بي او كاري موان كاتخ فوا ا فوا سي، هادي هي بي دلتا. غادي نحسبها، بي قلنا شنو هي بي، هي او كاري هي ان، او كاري اللي هي ان موان 4 فوا ا اللي هي موان ز فوا سي اللي هي فوا 6. ونحسب شحال تعطينا هنا، 4 فوا 6 اللي هي 24، 1 بلس 24 اللي هي 25. دونك دلتا هنا عطانا دلتا سوبيريور ا زيرو، حيت دلتا سوبيريور ا زيرو دونك هاد البولينوم هادي عندها دو غاسين، عندها جوج ديال لي غاسين. شنو كنقصد بلي غاسين؟ لي غاسين هما شنو اللي نعوض بلاصه اكس باش تكون هذه كتساوي زيرو. بمعنى دابا حنا الهدف ديال هاد الدلتا وهذا الشيء هو انني نعرف هذه بعدا امتى كتكون كتساوي زيرو، عاد باش نشوف امتى تكون كبر من زيرو امتى تكون صغر من زيرو. باش نشوف امتى كتساوي زيرو قلنا كتساوي زيرو بور اكس ايغالا اكس ان، اكس ان هو هذا، غنحددو اكس ان هو اكس ان و اكس دو. علاش عندنا اكس ان و اكس دو؟ حيت دلتا خرج لنا كبر من زيرو. فاش كيكون دلتا كيساوي زيرو كتخرج لنا غير اكس واحد، اكس واحد ولا كنسميوها اكس زيرو. غادي يطلعوا لكم لي طابلو هنا، طابلو ديال الحاله ديال دلتا كبر من زيرو، الحاله ديال دلتا صغر من زيرو، الحاله ديال دلتا كيساوي زيرو. دونك بالنسبه لاكس ان قلنا هو موان بي موان غاسين دلتا، هي موان بي موان غاسين دلتا سور دو ا. بالنسبه لاكس دو هو موان بي بلس غاسين كاري دلتا على جوج ا. وكنحسب بالنسبه لموان بي، بي هي ان دونك موان ز موان غاسين دلتا، الغاسين كاري ديال دلتا، دلتا هي 25، دونك الغاسين كاري ديال 25 هي 5 على جوج في ا اللي هي ناقص جوج. علاش؟ حيت ا كتساوي ناقص واحد، جوج في ا، جوج في ناقص واحد هي ناقص جوج. نفس الشيء هنا تعطينا موان ز، الفرق هو موان تكون بلس غاسين 25 اللي هي 5 سيغ دو ا اللي هي موان 2. دونك هنا اكس ان شحال غادي تعطينا؟ موان ز موان 5 اللي هي موان 6، موان 6 على موان 2 اللي هي 3. هنا تعطينا 4 سيغ موان 2 اللي هي موان 2. دونك هنا تعطينا موان 2. دونك احنا لقينا اكس ان ولقينا اكس 2. عاد كنجي دابا في هادو، عاد كنجي وكندير طابلو دو سين. بالنسبه للطابلو دو سين بحال الاخر، غير هو غادي ندير فيه غادي ندير فيه اكس. هنا اكس كما قلنا هنا كتكون من موان لانفيني حتى بلس لانفيني. هنا كنحط فيه امتى كتكون هذيك اللي بغيت ندرس الاشاره ديالها اللي هي هذه اللي هي موان اكس او كاري. هنا موان اكس او كاري بلس اكس بلس 6.
هذه امتى كتكون كتساوي زيرو؟ قلنا الا كان اكس كيساوي اكس واحد اللي هو 3، ولا الا كان اكس كيساوي ناقص 2. دونك كندير هنا ناقص 2 وهنا غادي ندير 3 صافي. هادو هما اكس واحد واكس جوج اللي عندكم تما في القاعده. دونك هنا فاش كيكون اكس كيساوي ناقص 2 هذه كتكون كتساوي زيرو، فاش كتكون اكس كتساوي 3 هذه كتساوي زيرو. وكنسد الطابلو من هنا. دونك هنا في البلايص هادو كما كتشوف القاعده راه كيعطيك فين غادي دير لو سين ديال ا وفين دير لو سين اوبوزي ديال ا. وكما قلت لكم انه الا مثلا انا ما عقلتش على الطابلو ولا ما بغيتش نحفظ الطابلو، غادي نشوف شي عدد ما بين ناقص 2 و 3 وغادي نعوضه هنا ونشوف واش يعطيني بوزيتيف ولا نيجاتيف. اللي خصني نعرف في هذه الحاله ديال تكبر من زيرو هو ان لو سين اللي كتكون هنا كتكون العكس ديال هاد الجوج هادو، بمعنى الا كانت هنا بلس وهنا بلس غتكون هنا موان، الا كانت هنا بلس غادي تكون هنا الموان وهنا وهنا الموان. دونك مثلا ناخذ شي عدد ما بين ناقص 2 و 3، مثلا ناخذ 1، الا عوضت هنا بواحد ناقص 1 اوكاري هي 1، ناقص 1 ناقص 1 زائد 1 هي 0، 0 زائد 6 هي 6، دونك بوزيتيف. الا خديت مثلا 2 ناقص 2 اوكاري هي ناقص 4، ناقص 4 زائد 2 هي ناقص 2، ناقص 2 زائد 6 هي 4، دونك بوزيتيف. دونك هنا شنو كندير هنا على حسب القاعده؟ هنا كندير لو سين اوبوزي ديال ا، ا هنا هو ناقص، ا هنا هو ناقص 1. تما في القاعده طابلو السين اللي عاطينا تما هو ديال هذه بصفه عامه، هي ا اكس اوكاري بلس بي اكس بلس سي ايكال 0. هذا هو الطابلو السين اللي عاطينا تما في القاعده. دونك هنا كندير العكس ديال الاشاره ديال ا، لو سين اوبوزي دو ا ولا لو سين كونتخيغ دو ا، العكس ديال الاشاره ديال ا. ا عندي هنا نيجاتيف، دونك هنا العكس ديال نيجاتيف غادي يكون بوزيتيف. دونك فاش كندير هنا بوزيتيف هنا كتكون لو سين ديال ا، هنا ا هو ناقص 1 نيجاتيف، دونك هنا غادي تكون نيجاتيف وهنا غادي تكون نيجاتيف. صافي هذا هو الطابلو السين ديال الحاله ديال دلتا كبر كبر من زيرو. وكتشوفوا تما راه عندكم الحاله ديال دلتا صغر من زيرو، حاله ديال دلتا كتساوي زيرو، هذوك راه خلاص راه ساهلين. هذو كيكون اشاره وحده اللي كتكون في كل شيء هنا اللي هي الاشاره ديال ا. دونك هنا في هذه الحاله هذه لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هذه اس ايغال سوليسيون ديال هاد ليكواسيون. حنا شنو بغينا؟ بغينا فاش كتكون هذه كبر من زيرو، فاش كتكون هذه كبر من زيرو هي هذه، هنا صغر من زيرو هنا صغر من زيرو، هذه كتكون هنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف. دونك كبر من زيرو هي هذه. دونك السوليسيون ديال ليكواسيون هذه لينيكواسيون ديال هذه كبر من زيرو الا كان اكس في هاد لانتيرفال هذا، دونك من موان 2 تال 3 صافي. عندنا سوبيريور ستريكتومون كبر قطعا، بمعنى ما خصهاش تكون كتساوي هاد الزيروات هادو، بمعنى هاد الجوج هادو ناقص 2 و 3 ما خصهمش يكونوا داخلين في لانتيرفال، خصهم يكونوا خارجين. داكشي علاش كنديرهم من هنا اوفير صافي. بالنسبه للاخرين اللي كتكون فيهم دلتا كتخرج لك دلتا مثلا صغر من زيرو، كدير هنا كله ما كيكونوش فيها لي غاسين، هنايا كتكون كلها لو سين ديال ا صافي، كلها لو سين ديال ا. ليكزومبل عندكم هنا، مازال غادي نزيدو دي زيكزومبل اخرين، دي زيكزارسيس وحدين اخرين على لي زين ايكواسيون، غير هو ما غاديش نعطيهم بحال هذا الشكل هذا، غادي يكونوا في الحاله ديال كان خصك تموضي فيه شويه باش انت تكتبهم على هاد لا فورمولا ديال هاد الشكل هذا ديال ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي كبر من زيرو ولا صغر من زيرو. عاد من بعد دير دلتا باش تحدد لي غاسين اللي هما هادو، عاد دير الطابلو سين باش تحدد امتى كتكون بوزيتيف وامتى كتكون نيجاتيف. غادي نديرهم في الاجزاء الجايين في الفيديوهات اللي جايين من بعد ان شاء الله.